الخير والسعادة على كل مشاهدينا الكرام في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم في أولى حلقات برنامج النص الحلو. طبعا بتقابلنا مواقف كتير في حياتنا إيجابية وسلبية، بس العبرة إننا نطلع من كل موقف ومن كل موضوع هنا في البرنامج بالنص الحلو بتاعه، نطلع بطاقة أمل ونور نفتح منها أبواب السعادة لبعض. وموضوع حلقتنا النهاردة عن باب مهم جدا من أبواب السعادة. خليني أقول لكم إزاي. أوقات كتير بيجي شخص وبيبقى حابب يخبط على باب قلبك، بس ما بتبقاش عارف هل الشخص ده يستحق ويستاهل فعلا إنك تفتح له الباب ولا لا. ولأن الجواز والارتباط هو أهم وأكبر مشروع في حياتك ممكن تدخله، فمش مستحب أبدا إن المشروع ده يفشل. وعشان ينجح لازم يكون عندك القدرة على اختيار شريك الحياة. طب إيه هي المعايير أو الصفات اللي نقدر نحدد ونختار بيها شريك حياتنا؟ هو ده اللي هنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل مع ضيفتنا الكريمة المتخصصة في العلاقات الزوجية والأسرية أستاذة عبير طلعت. تعالوا بينا ناخد فاصل ونرجع نستقبل ضيفتنا الكريمة في الاستوديو. رجعنا لحضراتكم مرة تانية وهنسأل أسئلة مهمة جدا مع ضيفتنا الكريمة اللي شرفتنا ونورتنا في الاستوديو أستاذة عبير طلعت، أخصائي صحة نفسية واستشاري علاقات زوجية وأسرية. أهلا بك يا دكتور عبير. أهلا بك يا غالي. أهلا بك، منورانا ومشرفانا في الاستوديو. ربنا يخليكي. في البداية كده يا دكتور، بصراحة أنا متشوقة جدا لموضوع حلقة النهاردة، وزي بقية البنات حابين نعرف إزاي يكون إيه هي المعايير اللي على أساسها أختار شريك حياتي. بصي يا غادة، قبل ما أجاوبك إيه هي المعايير، في لفت نظري جملة مهمة جدا أنت قلتيها، جملة عظيمة بصراحة. القدرة على اختيار شريك الحياة. هو إحنا كلنا عندنا القدرة على اختيار شريك الحياة؟ كلنا عندنا القدرة دي؟ لا طبعا. نسب الطلاق بتقول فعلا لا. لما يبقى عندي 198 ألف أسرة بيتطلقوا سنويا، لما يبقى عندي 35% منهم بيتطلقوا بعد 3 سنين من الجواز، لما يبقى عندي 15% بيتطلقوا بعد سنة واحدة من الجواز، لما بييجوا يعملوا إحصائيات عشان يشوفوا أسباب الطلاق دي حصلت ليه، 2% بس بيروحوا مثلا للخيانة الزوجية، 2% زيهم بيروحوا مثلا لتدخلات الأهل. النسبة الأكبر بتروح احنا ما كناش عارفين نختار صح، احنا اخترنا غلط، او الطرف الثاني ما كانش متحمل المسؤولية. كلها حاجات ليها علاقة بالاختيار. اذا انا لو احسن اتفضلي. تمام، كلام حضرتك صح جدا، بس حابين نعرف مثلا حضرتك بتقولي مش كلنا عندنا القدرة، طب حقيقي. ازاي بقى يبقى عندنا القدرة عشان نتفادى نسب الطلاق الكبيرة دي؟ بصي يا غادة، هم 3 خطوات. اول حاجة عندي ان انا ابقى فاهمة نفسي، ابقى فاهمة ايه نقاط القوة اللي عندي، نقاط الضعف، المميزات اللي موجودة في شخصيتي، العيوب اللي موجودة في شخصيتي، الاحتياجات النفسية بتاعتي اللي أنا محتاجاها من الطرف الثاني. يعني من الآخر كده ألاقي نفسي. لو أنا لقيت نفسي أكيد هجذب ليا الشريك المناسب ليا. أنا لو مش لاقية نفسي، أنا لو مش فاهمة أنا عايزة إيه، طب هختار بناء على إيه؟ فأنا لازم أبقى فاهمة نفسي، دي أول خطوة. تاني خطوة لازم أفهم يعني إيه جواز. طب يا دكتور، هو فعلا في مفهوم غلط منتشر عند كتير مننا اننا مش فاهمين اصلا يعني ايه جواز. يعني كلنا فاهمين ان الجواز فرح وفستان وعمرو دياب وبدله بس يعني ما بنشوفش ايه اللي بعد الجواز، يعني ايه المرحله اللي بعد الجواز، وازاي هندير الشراكه بيني وبينه، بين الطرفين مع بعض يعني. فحضرتك ممكن تقول لنا ايه هو المفهوم الصحيح للزواج؟ بصي يا غاده، باختصار كده الجواز يعني شراكه، يعني مؤسسة لها أعمدة، لها أعمدة أساسية لازم تقوم عليها، لها هدف أنا لازم أوصل له. الحياة الزوجية ميثاق غليظ، العلاقة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى أطلق عليها ميثاق غليظ. علاقتي ببابا وماما مش ميثاق غليظ، علاقتي بأبنائي ما سميتش ميثاق غليظ، علاقتي بربنا سبحانه وتعالى نفسه ما تسميتش ميثاق غليظ. العلاقة الوحيدة اللي فيها ميثاق غليظ اللي هي علاقتي أنا بجوزي وعلاقة جوزي بيا. لو أنت استعظمتي الآية دي وحطيتيها قدامك، لازم هتفكري 1000 مرة وانت بتختاري. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الجواز عفة، بس مش عفة بدنية بس، عفة نفسية. واللي الناس مش فاهماه ان انا عمري ما هوصل للعفة البدنية من غير ما اعدي على العفة النفسية. والعفة النفسية دي بقى مجالها كبير جدا، محتاجة حلقات كتيرة نتكلم فيها. بس الجواز شراكة ما بين اتنين، مسؤولية كبيرة جدا. تمام، لازم ابقى فاهمة انا رايحة فين. تمام، احنا كده قلنا عشان نبقى مشاهدين متواصلين معانا، قلنا في 3 نقاط عشان يبقى عندي القدره ان انا اختار. اول نقطه قلناها ان الواحد يبقى فاهم نفسه، فاهم نفسه. وتاني نقطه قلنا ان احنا نفهم يعني ايه اصلا معنى الزواج. وتالت نقطة بقى، في حاجه مهمه جدا، لازم نغير المفاهيم الغلط اللي عندنا.
انت عارفة طبعا ان الميديا بتشكل الوعي الجماعي. الميديا وصلت للراجل صورة كده عن الست جميلة جدا، الست بعد الجواز نكدية، الست بعد الجواز قمطة والراجل طبعا وبجامة، خاين. قفطة وبجامة، والأيوان والراجل خاين. كل الراجل الرجاله خاينين. طب ايه يا جماعة، هي قاعدة لا تفتكري؟ هي طبعا، قاعدة هنمشي عليها؟ طب لو نفرض انها قاعدة، القاعدة دي مفيش فيها أي استثناء، أنا ليه مش هيجيلي الاستثناء ده مثلا؟ ده سيدنا علي بن أبي طالب قال جملة عظيمة جدا، كل متوقع آت، وربنا قال أنا عند ظن عبدي بي. طب ما تظني إن أنت هيجيلك الحلو، مش بالظبط. هيجيلك الخاين ده، أنت ليه مركزة إن هم كلهم خاينين؟ هو طبعا ده تعميم مرفوض، طبعا فأنا لازم أغير المفاهيم اللي أنا باخدها دي، أركنها كده على جنب، وأنا بختار، وأنا بقى بختار انا ليا مفاهيم الخاصه بيا، ماليش دعوه الميديا بتصدر لي ايه، ماليش دعوه انا شفت كام واحده ست وعرفت كام واحده ست، وانا عرفت بابا واخواتي والناس اللي حواليا، انا المفاهيم اللي فهمتها عن الراجل دي انا اركنها، وابتدي بقى اصحح المفاهيم دي عندي عشان اعرف اختار صح. طب يا دكتور، ايه هي بقى المعايير نفسها بتاعت الشخص اللي انا هختاره؟ ايه المعايير اللي لما الاقيها فيه تمام، اقول بس خلاص هو ده الشخص، هي يعني هو معايير ده الشخص كتير. الصح؟ بصي، هي معايير كتير ويستحسن انها تنطبق كلها يعني الى اقصى مدى. يعني مثلا لما يجي المعيار الاول، هو بالنسبه لي اهم معيار القبول، انا لازم ابقى قابله الشخص اللي قدامي، قابله الشكل الخارجي بتاعه. ما ينفعش ابدا ابقى متجوزه واحد وانا حاسه لا انا مش مرتاحه لشكله، ليه بقى؟ انا هيحصل بعد كده اتصال جسدي ما بيني وما بينه، انا لازم اتخيل الجزئيه دي. لو انا مش قابله الشكل الخارجي بتاعه ده وعندي مشكله معاه، طب هتعامل ازاي؟ وبعدين على فكره ده دين، في واحد من الصحابه كان عايز يخطب، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له عليه انظر الصلاة اليها والسلام. انه احرى ان يقدم بينكما. وفعلا سامعني معنا الحديث بقى يا دكتور؟ يعني يجعل بينكم ألفة، يخلق ما بينكم مودة، يبقى في حاجة لطيفة، في كيمياء كده لطيفة ما بينكم. وطبعا الصحابي راح للبنت اللي عايز يخطبها دي وقال لأهلها الكلام ده، فأهلها استعظموا الموضوع، يعني ايه دي اللي انت جاي تشوف، يعني النبي قال لك كده؟ فالبنت سمعتها، سمعت الجملة، فخرجت قالت له لو النبي قال لك كده إذن هي لك، طب لو ما قالش استعظمت عليه الموضوع. فحتى الشرع بساعتها اباح بقى، اباح انك تنظر لوشها لايديها لرجليها، والبعض قال لك بقى وشعرها والجزء بتاع الرقبه والجزء بتاع الايد، يعني عارفه اباح لك بعض الامور ان انت تشوفها. كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ عشان حته القبول، فكره ان انا قابله الشخص. بالظبط. ما ينفعش ان انا اتجوز حد مش قابلاه. عايزه اقول لك ان اول قضيه خلع في الاسلام حصلت بسبب الشكل. واحده ست كانت متجوزه راجل عادي جدا، فجاه بترفع الخيمه بتاعتها كده، جزء من الخيمه بتاعتها، لقت جوزها جاي مع شباب كده من فلقيته اقصر واحد فيهم، انحف واحد فيهم، بشرته اكثر غمقان فيهم، قالت لا انا ما اقعدش معاه، انا اخد ده ليه؟ مش متشرفه بيه. راحت للنبي عليه الصلاه والسلام وقالت له انا لا اعيب عليه لا دين ولا خلق، بس انا اخاف على نفسي من الكفر، كفر العشير بقى، مش مالعيني بتاع. النبي عليه الصلاه والسلام قال لها ردي على حضرتك. هي طبعا يعني فهو حاجه مهمه، حاجه اساسيه، القبول. بعد كده تيجي بقيه المعايير، لو انا ما عنديش قبول اقف بقى. يعني طبعا هي معيار مهم من ضمن المعايير، بس هل يا دكتور القبول كفيل؟ يعني احنا بنشوف مثلا جواز الصالونات دلوقتي، يبقى في قبول، يبقى ما دام في قبول يبقى خلاص ممكن الجوازه تمشي. فهل القبول لوحده يكفي ان هو الجوازه تنجح؟ بصي يا غادة، القبول هي العتبة الأساسية اللي أنا بقف عليها. بعد كده كوني واثقة ومتأكدة إن في فترة الخطوبة هيجي بقى يا حب عقلي يا حب عاطفي، في حاجة منهم هتيجي. ايه الفرق يا دكتور؟ بصي، الحب العقلي ده اللي هو فيه منطق بقى، أنا بحب الشخص اللي قدامي عشان الشخص طيب حنين بيعاملني كويس، لأسباب معينة. في حاجات كتيرة حلوة كده بتخليني أنا لازم أحبه. إنما الحب العاطفي ده بيجي كده، تلاقيكي بتحبي واحد ملوش اي مقاييس ولا معايير، انا بحب واحد ممكن ما يشبهليش، ممكن يكون ما بيبذلش اي مجهود عشاني، بيعاملني وحش، وكل اللي حواليا يقولي ده فيه عيوب كتير، بس انا اقول خلاص بقى. انا بحبه. طب انتي بتحبيه ليه؟ انا معرفش. ده الحب العاطفي. بصراحه الحب العاطفي مش هو اللي يبني لي بيت، مش هو اللي يبني لي حياه، الحب ده عامل، بصي بصي، عارفه يا غدا لما تبقي عامله بيت كده ومؤسساه وفي اعمده، اعمدك خلاص وظبطتي، الحب ده الديكور بقى، الديكور اللي بيزين البيت. هل انا اقدر اعمل الديكور من غير الاعمده؟ لا طبعا. هتقع. فبالتالي انا ما اشتريتش قوي حته الحب عشان اتجوز، بس يكفيني قبول. تيجي بعد كده بقى المراحل الثانيه، المراحل يجي لي التانية، اعجاب بقى، الإعجاب، يجي لي الحب. حب عقلي، يجي لي حب عاطفي، بعدين اللي يجي يجي. بس عايزه اقول لك على حاجه مهمه، ان يقال ان علميا اصلا الحب ما يجيش الا بعد الجواز بست شهور،
يعني يبقى شايفها بقى صاحيه عامله ازاي، نايمه عامله ازاي، وهي كمان نفس القصه. يبقى بعدين بمعنى بقى اصح نشوف ايه بعد كده، 6 شهور دخل في نسالكم هل انتوا لسه الحوار. بتحبوا بعض ولا ايه، ولا غيرتوا رايكم. فاهمه طب القصه؟ ايه يا دكتور بقى المرحله اللي بعد القبول من ضمن المعايير دي؟ التوافق الاجتماعي. التوافق الاجتماعي نقطه مهمه جدا. العيلتين يبقوا شبه بعض، العادات التقاليد السلوكيات لازم يبقوا قريبين من بعض. انت فاكره فيلم انا لا اكذب ولكني اتجمل؟ الفيلم ده كان عبقري. طبعا الفيلم ده لخص لك يعني ايه توافق اجتماعي. اثار الحكيم، البنوته اللي من طبقه طبعا اجتماعيه عاليه جدا، باباها مثقف واعي ومطلع، حبت احمد زكي برضه شاب هايل جدا مثقف كان احسن شاب في الجامعه ساعتها. بس بس كان في كان ابو تربي، بابا وطبعا مع احترامي طبعا هي مهنه، بس الفكره فين؟ اهل اثار الحكيم لما عرفوا رفضوا. يا بنتي فما ينفعش. قالت ليه الماديات مش كل حاجه، احنا هنبني نفسنا. باباها قال لها جمله عظيمه، مش حكايه ماديات، في فروق اجتماعيه ما بيننا، في فروق في التفكير. هي حبت تخوض التجربه، راحت زارته في بيته. اول لقطه مجرد بس شوفي حاجه بسيطه، الاكل اللي اتقدم لها، فوالد احمد زكي بيقول لها دي قرص الميتين، دي معموله بسمنه بلدي جميله. قرفت، حطت القرص وجريت، يعني خلاص انا مش عايزه اقعد. تاني لقطه شافت احمد زكي وهو بيمارس مهنه ابوه، بيساعده في عمليه الدفن. قالت له لا انا مش عايزاك، مش انت بس الشخص اللي من حبيته. الاول يا دكتور اعتقد ان الفيلم كان الاول هو دارى او خبى بمعنى اصح ان باباه مهنة باباه، وبعد كده هي اكتشفت، صح؟ طب صحيح. انا اعتقد ان مثلا لو في صراحة من الاول، وهي يعني هو اوريدي في قبول وفي اعجاب، لو كان في صراحة بقى يعني بعد القبول وبعد الاعجاب، اعتقد ان الموضوع كان ممكن يستمر. مش قوي يعني، كان ممكن يستمر وممكن ما يستمرش. بس مع وجود الصراحة، قصدي ان هو هنا بس عايزه اقول لك كذب مش هو لوحده، اللي هو قال جمله او عظيمه جدا، انا لا بيتجمل. اكذب ولكني اتجمل. المشكله ان البنات كمان بتعمل كده كتير جدا. البنات دلوقتي عشان خطيبي جاي يشوفني تلاقيها عامله حاجات غريبه كده في نفسها، كتير كتير مبالغ فيها. يعني الامور اللي مبالغ فيها البنات بتنهيها، على فكره المبالغه في الامور تنهيها. وبيجوا بقى بعد كده صدقيني بيلبسوا. يعني الزوج تلاقيه معترض، بيجي لي استشارات كتيره في الحته دي، انا حاسه مش راضي عني، انا حاسه مش مبسوط، لما شاف شكلي جسمي ما عجبهوش. طب انا ليه اظهر حاجه مش موجوده عندي؟ ليه ابالغ في الزينه؟ ما انا مره يشوفني لابسه عادي، ومره يشوفني لابسه بيجامه في البيت. ما تخليه يشوفني في كل حالاتي، هيقبلك تمام. هيقبلك لانك انت حلوه بطبيعتك. فحته الكذب والتجميل دي هي في ناس كتيره بتعملها بصراحه يا غاده. يعني طب دلوقتي احنا عندنا اول حاجة قلناها القبول من المعايير، يعني القبول، وتاني حاجة التوافق الاجتماعي، تالت تالت حاجه حاجة بقى العمر، التوافق في العمر. لازم يبقى سننا قريب من بعض، ما ينفعش يبقى في فجوه كبيره كده ما بيننا. يعني 7 سنين ماشي، 8 سنين يعني اقصى حاجه، 8 سنين، 10 سنين ماشي، ان يعني يبقى راضينا الرجاله مش مشكله. انما فكره ان يبقى مثلا اكبر ب 20 سنه، اكبر ب 15، اكبر ب 12، انت رحتي شريحه عمريه مختلفه. بس يا دكتور بيبقى بنشوف نماذج برضو بيبقى فيه فروق. انا طبعا مع ان يبقى فيه توافق في العمر، بس بنشوف دلوقتي فيه نماذج بيبقى فيه فروق عمرية والجوازة بتبقى ناجحة. قد ايه؟ بصي يا مش غاده، اكتر من 10 سنين اكيد يعني. بصي يا غاده، بصي هقول لك على حاجه بسيطه جدا. انا عندي قاعده وعندي استثناء. انا واحد عاقل جاي اتجوز، امشي على الاستثناء ولا امشي على القاعده؟ لا امشي القاعدة القاعده. اللي انت طبعا بتقوليه ده استثناء، نسب بسيطه جدا. وبعدين انت بس شايفاهم كام بتحصل سنه؟ بتحصل ماشي، بس شايفاهم كام سنه؟ لو انا مثلا واحده عندي 30 سنه واتجوزت واحد عنده 50 سنه، ماشي، كمان 10 سنين انا هبقى فين هو فين؟ هو عنده 60 سنه، الدنيا بالنسبه له خلاص خلصت، خلاص الراجل بايع الدنيا، وانا هبقى لسه في عز شبابي. طب وبعدين هتعملي ايه؟ فاهمه القصه مهم، ازاي؟ هي نقطة مهمة، بس جدا. يعني كل حاجة كل قاعدة وليها شواذ بمعنى اكيد أصح. اكيد. النقطة اللي بعد كده بقى ننتقل عليها. عندي بقى التوافق الفكري والثقافي، لازم يبقى في ما بيننا حاجات مشتركه كده. يعني بصي بعض الاهتمامات، بعض الافكار لازم. ليه بقى؟ ليه بقول لازم في النقطه دي؟ عشان ما يحصلش بعد كده الخرس الزوجي. بعد كده تلاقي 2 متجوزين واقل من سنه مفيش لغه حوار ما بينهم تماما، هو قاعد ماسك الموبايل، هي قاعده قدام شاشه التلفزيون، بييجوا يشتكوا. انا بحاول افتح معاه حوار ما بيكملش دقيقتين، والله يا دكتور هم دقيقتين بس مفيش غيرهم. مع ان صاحبه كلمه ساعه، ما هو صاحبه في حاجات مشتركه، بيتكلموا بقى على العربيات، بيتكلموا بقى عن الفصح، بيتكلموا عن اي حاجه مشتركه ما بينهم، الكوره. طب ايه الحوار المشترك؟ عشان كده لازم يبقى فيه اهتمامات ما بيننا. لازم كمان طريقه التفكير تبقى مختلفه. تخيلي مثلا لو انت شايفه ان الست دي حاجه عظيمه كده وتشتغل وناجحه بره وجوه، وهو واحد باصص للست
ان الست مكانها البيت، مكانها الطبيخ والغسيل فاهمه انا ده اقصد ايه؟ كتير قوي بيفكروا كده. فطب ازاي هتعيشوا؟ طب انا عندي طموح، انا عايزه احقق طموحي ده، هيقتل هتستجيبي طموحي كده. لرغبتك ولا لرغبته؟ فبالتالي لا، انا لازم تبقى في افكار متشابهه ما بين توافق. انا بص انا بتكلم في نسب توافق، مش بقول تطابق عشان في فرق، احنا مختلفين عن بعض تماما. أكيد. بصي انا دايما اقول كده ان الشخصيه دي زي بسمه الصباع، مستحيل تتطابق بس ممكن تتشابه. فانا ما بقولش احنا نبقى شبه بعض بنسبه 100%، بس نقول نلتقي عند بعض عند نقطة الامور، وسط عند بمعنى بعض صح. الامور. طب يا دكتور، هو جه شخص دلوقتي وانطبقت عليه كل المعايير والصفات اللي حضرتك قلتيها، في معيار احنا نسينا نقوله يا في غالي، معيار؟ طبعا خلاص معيار الديني. نقول المعيار. المعيار الديني مهم جدا جدا، لانه بيعمل خلاف بعد كده. ما ينفعش مثلا اكون انا واحده ملتزمه جدا، واحده محجبه، واحده بصوم اثنين وخميس، وفي الاخر مثلا اروح اتجوز واحد متعدد العلاقات، واحد بيشرب، واحد شايف ان الحجاب مش فرض وان انت لازم تقلعيه، واقول مش مشكله انا هغيره بعد الجواز. مفيش حد بيغير حد، لازم تبقى حته الدين دي بالذات، اذا جاءكم من ترضون دينه هو خلقه وخلقهم فزوجوه، هو صدق رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. بس أفضل احنا بقى الصلاة اللي بنكذب، والسلام. حته الدين دي احنا اللي بنمثل وبنعمل. فبالتالي انا خلاص واحده، انا عايزه واحد، انا حاطه نفسي على تراك معين، انا عايزه حد يعيني بقى، مش عايزه حد يجي يرجعني تاني، مش عايزه حد يبقى فكره بعيد عن فكري جدا، فبالتالي نفضل في خناق طول الوقت، فاهمه؟ فالمعيار ده كمان معيار مهم واساسي، ما ينفعش ان احنا نغفله. يعني النقطة بقى اللي استوقفتني كنت عايزة أسأل حضرتك فيها، إن دلوقتي جه شخص وانطبقت عليه كل المعايير والصفات اللي المفروض تبقى للزوج المثالي بمعنى أصح، بس البنت مش قابلاه مثلا، مش حاساه، زي جواز الصالونات كده، بيجي يا بنتي ده عريس لقطة، ده مش عارفة إيه، بس هي خلاص يعني قافلة، أنا مش حاسة يعني مش مرتاحة. فتنصحي البنت بقى دي ساعتها، هل يعني تفكر بعقلها، تكمل تفكير بعقلها، ولا يعني تبص لحتة الإحساس دي إن أنا مش مرتاح مش بصي يا غادة، قابلاه؟ هقول لك قاعدة مهمة جدا، المعايير اللي فاتت دي كلها ممكن الأهل يشتركوا فيها، المعيار الوحيد اللي يخصك أنت القبول، أنت اللي لازم تقبلي. هقول لك مثل بسيط جدا، تخيلي نفسك كده داخلة محل وفي عندك كده 3 فساتين محطوطين قدامك والتلاتة جننوا، 3 حلوين، خدتي واحد ودخلتي السين، لقيتي واحد فيهم شكله حلو عليكي كده ومخليكي قمر في نفسك كده عجبك، وخدتي التاني تقيسي لقيتي مبين شويه عيوب في جسمك انت مش حابه انها تبان، جبتي واحد التالت لقيتيه مش عامل لك اضافه، مفيش جديد، يعني ما حسيتيش نفسك فيه قوي، هتاخدي انهي واحد؟ لا هخلي اكيد اللي مخلي شكلي مختلف وجميل الاشخاص اللي بيجوا كلهم حلوين بس مش مناسبين ليا، بالظبط. في واحد بس هيبقى مناسب ليا. المعيار ده يخصك انت، يخص الزوج ويخص الزوجه او الولد والبنت. لو انت قابل خلاص كمل، انت مش قابل يبقى نقطه من اول السطر. طب يا دكتور سؤال كده قبل الختام، عايزين من حضرتك نصيحة ذهبية في مجال الاستشارات الزوجية. نصيحة كده لكل البنات وكل الولاد، خلي الجواز مشروعك. تخيل نفسك كده بتشتغل وقعدت تشتغل سنين طويلة جدا وحوشت فلوس كتيرة جدا وفتحت شركة، فالشركة اللي انت فتحتها ده حصل فتحتها دي حصل فيها دروب في قسم ما مثلا وليكن قسم الإدارة، هنجيب دول في الشركة كلها ونقفلها ولا هنصبر شوية ونحاول نرمم الجزء اللي باظ عندي ده؟ الحياة الزوجية كمان كده، الحياة الزوجية مؤسسة كبيرة جدا جدا، مش معنى ان الزوج اخفق في حاجة او الزوجة اخفقت في حاجة ان احنا خلاص نفض الشركة، لا احنا نكمل، بس ممكن نروح للاستشاري، ممكن نروح لمعالج، ممكن نروح لاي حد يساعدنا ان احنا نكمل. فاحنا لازم ناخد وقتنا، خلي الجواز مشروعك، القاعدة دي مهمة جدا جدا، ده الموضوع اعظم شيق مشروع. جدا يعني جدا جدا يا دكتور، وكان ميرسي يا نفسنا غالي، نتكلم اكتر واكتر، بس للاسف انتهى وقت حلقتنا. تشرفنا بوجود حضرتك استاذه عبير طلعت، اخصائي صحه نفسيه واستشاري علاقات زوجيه واسريه. شكرا. مشاهدينا الكرام، للاسف انتهى وقت حلقتنا النهارده، استنوني ان شاء الله الاسبوع اللي جاي وحلقه جديده باذن الله.